يبدو أن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك يقترب من الوصول إلى داونينج ستريت، خاصة بعد مفاجأة الساعات الأخيرة. فقبيل إغلاق باب المشاركة في الانتخابات داخل حزب المحافظين، أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق انسحابه من المنافسة على زعامة الحزب، رغم حصوله على الدعم الكافي لإجراء الاقتراع النهائي. جونسون قال في بيان له إن انسحابه من المعركة الانتخابية جاء لصالح وحدة حزب المحافظين، على الرغم من حصوله على دعم 102 من النواب، لكنه فشل في إقناع سوناك والمنافسة الأخرى بيني موردنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بالعمل معا من أجل المصلحة الوطنية. سوناك البالغ من العمر 42 عاما أعلن خوض المنافسة بعد حصوله على دعم نحو 130 نائبا من المحافظين في مجلس العموم، متعهدا بمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد بنزاهة ومهنية ومساءلة. أما بيني موردنت التي أعلنت خوضها المنافسة من أجل الفوز بمنصب رئيس الوزراء، فلم تفلح في جمع النصاب اللازم من الدعم البرلماني بين أعضاء حزب المحافظين. وفقاً لقواعد المنافسة التي تجرى على عجل، إذا حصل مرشح واحد فقط على دعم 100 من النواب المحافظين فسيتم إعلانه رئيساً للوزراء اليوم الاثنين، وإذا حصل 2 من المرشحين على هذا المستوى من الدعم فسيخوضان تصويتاً على مستوى أعضاء الحزب مع إعلان الفائز يوم الجمعة.